بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ريان أوسيم زد. سلسلة جديدة في القناة وغير فيفا، يعني تقريبا هذه أول مرة أسويها، اللي هي إني دخلت بيس 2016، السلسلة من سلسلات قناتي. فيب ليش بالذات هذه السلسلة وليش بالذات بيس 16؟ في أشياء مرة تحمس في هالطور بالذات، لأني تابعت جانب، تابعت ثلاثة جانب، وتابعت كل الحلقات في السلسلة حقتهم. تحمست أدور عربي نزلها، ما نزلها عربي، فقلت ليش ما نزلها؟ هي سلسلة عادي توقع كل الناس لعبوها يعني كذا، لكن في اليوتيوب ما توقع أحد نزلها، فحاب إني يعني أسوي لها يعني أعرضها معكم. فيب اللي هو الطور بيكام ليجند، وخلك أسطورة وأصبح أسطورة، أصبح أسطورة شيء زي كذا. المهم، فبس ترى أنا مو بحق بيس، فإذا شفت لعبي مرة زفت أعرف إني جديد على اللعب. زفت إني متحمس مرة لها، متحمس مرة. اوكي نيو، ما عندنا لود اصلا، وبسم الله بسم الله ندخل. يا سلام على انتر، يا سلام اهل الهلال شباب قادسية. اوكي زد حماس. طيب بشرح لكم ايش السالفة. اول شيء ضبط لعبك، هذا في طوب فيها 16 بعد فيها، لكن هنا فيها اشياء تميز. هنا فيه تشامبيونز، فيه 16 الظاهر ما فيه تشامبيونز. ويا اخي ودي اجرب بيس يعني في احد الاطوار او احد سلاسل القناه، ودي اجرب بيس، فهذه هي جت من الله. طيب خلينا نسوي الماتش ليفل، ما نبغى نخليه ريجولر، لان اغلب اللي يشوفهم يحطون بروفيشنال، وتقريبا كويس يعني بروفيشنال ما هو سيء. اذا لقينا انه مره ضعيف نخليه توب بلاير، المهم او سوبر ستار، المهم خلينا نخليه الحين بروفيشنال. نخلي الماتش 6 دقائق، خلينا نخلي 6 دقائق. طيب هذه العمله اللي يتعاملون فيها، باوندز ولا برازيليان ريال، والله تو ندري ان في ناس من برازيليان ريال، ولا الين ولا اليور ولا الدولارز ولا الباوند. خلاص دولارز ما يبي الكلام. كلاسيك بلاير اوف، ما ادري وش هذه، وهذه ناتشن اللي هذه نضيف ذا منتخبات، انك تلعب منتخبات، اذا اخترت منتخب تلعب في الدوري منتخب حقهم. زد ما في السعوديه هنا بنختار منتخب ثاني، يعني اقصد اذا في مباريات للمنتخب ممكن يضمونك فيها اذا كنت مبدع مره. حطينا يونس وبسم الله متحمس. يقولك هذه العلمين ظاهر انك تختار لاعب موجود تلعب مثلا بنيمار ميسي ولا طقتهم ذول، وهنا انت تسوي لنفسك. فيب الحين نسوي، الحين يقول لك اختار لنفسك من وين انت وش جنسيتك، فيوروب ولا افريقيا ولا نورث. اصبر لا يكون في سعودية، اسيا في سعودية، والله في سعودية، ايش رايكم؟ بس يا اخي انا ابغى العب مع ناس يا اخي كويسين. لا والله معليش، من مختار سعودية بختار يا اخي، يعني كيف اقصد اختار ناس كويسين، يعني اختار فرنسا، انجلترا، فهمت كيف؟ يعني ألعب ضد مع روني، مع بوكبا، وطق ذولي، وبنزيمة. أتوقع أنه مختار فرنسا، يعني أقرب شيء فرنسا، يعني في تشكيل. ولا نأخذ ألمانيا، ولا بلقم، بلجيكا، والله أقول خلنا نختار فرنسا، فرنسا وبس. نختار جنسيتنا فرنسيين الذيب. طيب الحين إديت بلاير، أنا بحاول نسرع لكم لأن هذا تقريبا شيء تطفيشي. أول حلقة، بس أول حلقة راح يكون فيها بس يمكن جيم واحد، يمكن جيم واحد. الحلقات الجاية كلها ثلاث أيام أو جيمين، لأن هذه زي ما قلت لكم بداية وتعريف وتضبيط اللاعب. فايب والله ذي جامدة، بس خلنا نشوف غيرها. ايوه هذا اللي اقصده، هذا اللي اقصده، كذا يجيك كذا من ورا. طيب اوكي هذا محطوطه في سبيشل، هذه حلوه. اوكي خلينا نشوف تحت بعد، هذه نفس حقه تبره، والله ذي كويسه بعد. ايش رايكم؟ ايش رايكم هذه اذا جيك زي حقه تبره كذا مربوطه، ولا زي مثلا وين هذا مثلا جيك قصه الحصان هذا مثلا. اوكي هذا في القدام كذا ابو كلب، لكن والله شكل حق تبره جامده، والله احس حق تبره جامده. ايش رايكم نحط حق تبره؟ والله يبيلها، خلينا نحط حق تبره.
طيب وضعنا تمام، حلو القصة وكل شيء كويس. اوه هنا الطول والوزن. طيب انا ابغى وزن مثالي وطول مثالي للاعب نفسه، عشان ما يكون مثلا بطيء، يكون جسمانيا ضعيف. خلينا نقول 179، والوزن في الستينات كذا، 65. اوكي هذه الاشياء. اوه الجزم، الله يكرمكم. طيب الجزم يا حبيبي، يبين لنا جزمة كذا خرافية. طيب بس عشان ما اشطح كذا وما تحسبونه شيء خلاص مؤبد، يمديك تغير الجزم والقصات في نفس الوقت، فعادي. فاذا تبغون تقترحون في الكومنتات، احد يقترح في الكومنتات وعادي نغيرها متى ما بغينا. طيب هذا البوتس العادية. طيب شكلنا بناخذ نفس حقة اوزيل. طيب ايش بعد؟ اتوقع خلاص كذا خلصنا اللاعب حقنا. قصة تبرة ودقن، يا سلام. موشن، اوه هنا الجيك حقت المشيات وذي. اوكي هذه مشية وذي مشية. 30 حلوة بعد، 30 خلنا نحفظها. هذه هلا هلا. الله الله كويس ضبطناها. اوكي يقول لك سترونجر فوت، تشوت بالقدم اليمنى ولا اليسرى؟ انا اليمنى، فليتس جو. طيب الحين يقول لك اختار مكان لك، ف اول واحدة بس. اوكي بسم الله بدينا بطاقة 69. هذه اللعبة باختصار، وهذا الطور تبدأ بطاقة 69، ومع مع مع الموسم تقريبا يزود كم طاقة، مع نهاية الموسم يزودك زودة أليمة. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله تعجبكم المسلسل هذا، أنا معجبتني صراحة ومتحمس له مرة. طيب أوسيمز الناتشوناليتي والريجن حقي فرنسا، وعمري 17، وطول 179، وزني 165. وش بعد؟ بس مهاجم وبس. خلونا ندخل هذه الطاقات الداخلية، بسم الله كونفيرم. طيب الحين بيقول لك سلكت ذا ليك، اختر الفريق او اختر الدوري عشان يعني تلعب فيه. طبعا انت تختار الدوري خلاص، هو يدخلك يعني اي فريق في الدوري هذا، يب كذا شيء. بس انا افضل دوري اسباني، انا اعلمكم ليش. الانجليزي انا مخطله في موسم ثاني، سيزن ثاني، او اذا جينا انتهينا من فريقنا نروح دوري انجليزي في نادي كويس، يكون نادي كويس. ها نحاول ليفربول ارسنال كذا، فهمتوا كيف؟ نحاول يعني، مو اكيد نحاول ندخل في دوري انجليزي، لكن نبغى بدايتنا تكون في دوري اقل شوي، وما في منافسين كثار زي الدوري الانجليزي. دوري انجليزي في منافسين كثار، لكن الليغا بي بي في اي دوري الاسباني ما في منافسين كثار، يعني تقريبا اربع افريقيا بس، او يب اربع افريقيا، برشلونه، ريال مدريد، فالنسيا، اتلتيكو مدريد تقريبا. فممكن نشيل فريقنا شوي، فبسم الله ندخل في الليغا بي بي في اي. طيب فيقولون لك هنا الاشياء اللي راح تمر عليك في تشامبيونز، في اوروبا، في يوروب ليج، سوبر كوب، والكلوب انترناشونال هذا عشان الدوري حقك، كوبا امريكا. فيب بسم الله ندخل ليغا بي بي في اي دوري الاسباني، وبيحطونا في اي فريق، ويعطونا اعطونا كذا كيت نمبر كيت، بيعطونا الحين رقم بيطببونه في اي فريق، ما عندنا مشكله، نحاول نبدأ مع هذا الفريق ان شاء الله وندخل افريقيا اقوى. خلينا نشوف حطونا مع مين. اوكي بيكام بروفيشنال فوت بلاير. طيب اوكي دخلنا مع مين؟ يقول يو هاف سايند يور فيرست بروفيشنال وذ ريال سبورتينج. ريال سبورتينج حلو، مو بسيء. اوكي خشينا مع ريال سبورتينج. وكم الكت حقنا ما شفته؟ كم رقمنا؟ والله ما ركزت في الرقم. دخلنا مع ريال سبورتينج. اوكي طيب يقول لك كلوب سيكيورتي، ويلكم تو ريال سبورتينج، ام كلوب سيكيورتي هير، ام فيري هابي تو بي وركينج وذ يو. طيب اوكي ما ادري ايش بدي اسحب عليه. اوكي هذه القائمه حقتنا، خليني بشرح لكم اياها يعني مو بالتفصيل لا بالمختصر. فوق القوائم اللاعب، يعني قائمه اللاعب والفورورد تايم، تمشي الوقت والاشياء، معلومات النادي. لكن في اشياء مهمه زي مثلا البلاير انفو، لو تشوفون الدائره هذه بالمية، هذه مانجر تراست ليفل، كل ما عليتها كل ما وثق فيك المدرب وخلاك تلعب اكثر دقائق اكثر. فيب طيب للحين ما بدا الموسم، خلينا نشوف بلاير منيو. ماي داتا، خلينا نشوف هذا شاريني ضارب 375 الف دولار. تريننج، اوه هذه مهمه، هذه مره مهمه، هذه ممكن تساعدك كلاعب. اوكي انا كمهاجم مثلا ما تعجبني، او الديفنس ما راح يساعدني، فممكن انقصها في الايام الجايه، ما راح انقص الحين عشان ما اجيب العيد، لكن بنجرب اول مباراه ناظر وضعنا، ما عجبنا نغيرها ونحوس فيها ان شاء الله.
فيب فبس اللي بقولكم اياه اني انا استفيد منكم في هذه السلسله لاني انا مو مره متعمق في بيس، فانتم تساعدوني فيها ان شاء الله في الكومنتات. طيب جت تعاقدات وريال سبورتينج ضد ريال ضد اسبانيول، اول مباراه لنا ضد اسبانيول الظاهر. اوكي الكوتش المدرب حقنا حطنا في اللاين اب راح نلعب اساسيين، يقول لنا جود لك، يلا ان شاء الله نطيب خاطرك يا ذيب ونقول بسم الله. يلا نيكست ماتش بسم الله يا رب. طبعا هذا الجيم الوحيد زي ما قلت لكم ريال سبورتينج ضد اسبانيول وكيك اوف، يلا ليتس جو. اوخ سيتيفو والله في ملعبهم. اوكي طيب هو حلو انك يعني تجيب نتيجه ايجابيه في ملعبهم، فيا تعادل يا فوز، اقصدي التعادل حلو واذا فوز مره كويس. فطيب انا ويني انا والله ما ادري ويني زبده. اوه انا اخر واحد شوفوني ابو جزمه خضراء. اوه في شيء مهم بعد، خلنا نحط ستارت هذه الكاميرا العاديه الاصليه للعبه، فهل تبغوني اكمل على كذا ولا نختار كاميرا ثانيه كاميرا تايب؟ انا صراحه ما تعجبني هذه، لكن اذا تبغونها ما عندي مشكله. اوكي هذا على البلاير. اوكي يلا خلصوا رحم والديكم. طبعا في سباك في الموضوع. اوكي هلا والله نزل هنا هات هناك. اها ها اوكي كيك. هلا والله بالرفعه، ارفع 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 كابتن كابتن يا راسي. الله الله اول هجمه اول هجمه اول هجمه يا عيال. هلا 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 اما معطيني رقم اربعه وعلقه ثلاثه ادوارد شيء اربعه زوري. اول هجمه يا عيال راسيه يجي يجي والله اول هجمه لنا في الموسم، اول هجمه لي كلاعب راسيه. والله ما توقعت تجيب راس زي كذا، ما توقعت حتى ذا يرفعها لي زي الناس. والله تمركزي مره كان كويس. شوف وانزل له اخطف الكوره صح يا ريان. حلو الهدف الاول جبناه. طيب يلا ترى مهم مره انك تجيب اهداف في البدايه وتبدع عشان يرتفع التراست ليفل، مانجر تراست ليفل. فيب اوكي السلام عليك. ها هنا هنا طلع طلع يا ابني طلع. تغيير لاعب يا سلام حلو. ها رفع ثانية قد تكون هذه فرصته تسديدة خطيرة. اوه مهاجم والله استمنى عندي مرة ضعيفة. روح اسيست اسيست. اوه والله بغت تجينا اسيست كبداية مباراة. اوف حلوة لو جت هدف واسيست. طيب خلصوا خلصوا تكفون ما نبغى نقدم هدف. حلو خلص خلص خلص. ليش ترجع؟ هناك اسرع يا ابني. اصبر اصبر خلنا نخش. اوه والله طقيتها راس سويت اللي علي لكن ما جبت. اخ طيب. هي هي راس ثاني. اوه والله بغت تجي. والله صد الحارس يا عيال والله شكل طولي ضابط للراسيات. اخ لا القذلة حقت ابرامفيتش لا لا سر. اوكي تكفى يا ربي حقنا لا تخليه يمر شد عليه لا ياخذ فاول لا 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 يدخل البوكس لا 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 وش تسوون يا اخي والله حرام اضغطوا يا اخي تفرجون. بيريز سجل لهم جول فرنانيز بيريز كم ياخذ سلبي والله حرام اقسم بالله حرام. شوف ما في ضغط للدفاع شوف الار بي مخليه ظهير مخليه قاعد يتفرج ما خش الا اخر شيء يوم ناولها في البوكس قاعدين يتفرجون دفاع قلوب شلون تعكرف هذا والله حرام. يلا يلا ان شاء الله نعوض. اوكي انت الشوط الاول 1-1 لو بيطلعني الحين اتوقع الفريق بيجيب العيد. طيب هذا الستات اللي في الشوط الاول هم ضاغطين علينا للاسف بس حنا من اربع شوتات اثنتين في المرمى هم من شوته واحده وفي المرمى وجول شيء يغبن صراحه. يلا نبدا الشوط الثاني. يا اخي ناول يا اخي حلوه يلا واحد جوا واحد جوا اما يا سلام على افتكاكه يا سلام واحد جوا بالله. اوه شو الضغط اذا مسكت الكوره والله كذا واحد يطب علي. يلا يلا رفعه ارفع ارفع لا تناول يا اخي لا تناول ارفع يا اخي ارفع من زمان يقطع ام الغبال في الفريق. ما خسرت كورك راح استرجعها يلا مش اللي ما يتعب.
حلو حلوة. لا 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 طلع طلع طلع. حلو. آه فاتح لك يا أخي فاتح لك. شوف ماسك الكورة. آه هنا هنا. سجل هدفا بالفعل في المباراة. يا أخي ضغط أقسم بالله ضغط. حلو. يالله وش ذا والله قهر. حلوة الافتكاكة لكن ما قدرت أسويها فينش زي الناس. يا خفت إن واحد يطب علي من ورا. يا الله مرة مرة غلط يا أخي. لا ترجع يا أخي. لا وش ذا الباص الغبي. حلو حلو. يا الله استمنى استمنى استمنى. اخ والله استمنى مره مصفره عندي. يلا روح. حلو روح روح ما هي مشكله. روح روح اخر دقائق واللي يرحم والديك جيبوا هدف هدف الفوز هدف الفوز يا ابني. لا كسرته والله كنت ناوي الكوره. يا الله قهر. يلا بداية ما هي سيئة أبدا. تعادوا في أرضهم حلوة لكن كان مدينا نفوز والله. كان مدينا نجيب 3 نقاط لأن النقاط هنا مرة مهمة وأنك تكون من أول 3 مرة شيء حلو عشان تجيب أو تدخل في الشامبيونز. ما هي مشكلة. خذنا يب لاعب لاعب المباراة خذنا الريتنج 8.0. فنشوف وش صار في الموضوع. طيب هذه الأندية الثانية تعادلنا حنا الباقين فازوا وبرشلونة فاز 3-1 وين مدريد مدريد فاز 2-0. مركزنا العاشر من أول جولة مركزنا العاشر خلنا نقطة واحدة بس قهر. كان مدينا نجيب 3 نقاط لكن يلا ما هي مشكلة. خلينا نشوف وش صار في أول مباراة. الريتنج أفريج ريتنج 8 لأنها من أول مباراة. جول 1 ولا أسست وما زال الطاقة حقتنا لوفر ريت حقنا 69 بس يعني ما راح نتوقع من مباراة ومن مباراتين نجيب تطوير. ما في امل. فيب خلينا نشوف المباراه الجايه ايش بيصير وش بيصير في الحلقه الجايه. طيب اوه يقول لك فرنسا عندهم مباراه فرنسا عندهم مباراه فان شاء الله الحلقه الجايه راح نلعب اكثر من مباراه وعندنا مباراه منتخب مع فرنسا وضموني للمنتخب يعني شيء مره حلو. كان المانجر تراست ليفل 48 ظاهر زادت 3 أو 4 فصرنا الحين 52 وشي يبشر بالخير. هذه العليمين ترتيب والعليمين برضو اللي تحتها الجول رانكينج. الأول ريرا مدري شو اسمه ثم سواريز ثم سورينا مدري وش اسمه سورينانو. المهم يعطيكم العافية على المشاهدة إن شاء الله لكم استمتعتوا إن شاء الله الحلقة عجبتكم إن شاء الله السلسلة بتعجبكم إن شاء الله بإذن الله لأن أنا مرة ما عجبتني متحمس فيها فأتمنى لكم تتحمسون معي فيها عشان أقدر أستمر معها أو أقدر أستمر فيها ونخلص الموسم هذا ونبدأ موسم جديد إذا ودكم. فيعطيكم العافية على المشاهدة. كما أخوكم ريان موسم زد ومع السلامة.